نحن كذابين، منخفي وجعنا ومنظهر القوة، بس أحياناً بتيجي لحظات بتكسر كذبك، بتحس إنك مو قدران تتحكم بحالك، وبعد مقاومة بينكسر دفاعك. هون ببلش كل وجعك يطلع، شي قديم وشي قلت عنه حكي فاضي، وشي صدفة حلوة تعرفت فيها على شخص بتحبه، وشي صورة تركتها تذكارية. وفي هديك اللحظة يلي فيها انخزل قلبك وعملت حالك مو مهتم، بس هو وجعك عن جد. وفي موقف كشفت خيانة حدا بتحبه وضحكت على حالك وقلت في ده كل شي بيرخص. وفي كلام الناس يلي قلت عنه ما بيهمني، وفي هدية من شخص عطاك ياها كرمال توجعك، وفي 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 كل هدول بيجوا بلحظة واحدة وورا بعض. يعني لما تبطل تكذب على حالك رح ترتاح، بجوز تتعذب بنفس اللحظة بس أفضل من كذا وجع.